حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام نرحب بكم في خامس أشواط هذه الأمسية التراثية هنا على أرضية ميدان الشحانية. تابعنا رموز هذا المساء، تابعنا التتويج للفائزين برموز سن الإجداع. على بركة الله متابعينا الكرام ينطلق خامس أشواطنا في هذا المساء. شوط خاص بالبكار الإجداع، نيسان بترول ستيشن تيتانيوم في الانتظار للفائز بالمركز الأول. نسير مع هذه الأسماء والشعارات المنطلقة في أرضية ميدان الشحانية. نبدأ لنتابع هناك البداية والصدارة كما تتابعون مشاهدين الكرام عبر قناة الريان الناقلة لأحداث ومجريات هذا السباق. نبدأ هناك نتابع الانطلاق، نتابع التحدي والاندفاع هناك على الصدارة. مشاهدينا الكرام اتابع البداية، اتابع التقدم هناك ومنافسات الأقوياء هناك مع الصدارة. نتابع من تتقدم وتذهب بعيدا هناك على البداية والصدارة. سرعة 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 وهي مسرعة في هذا الاندفاع الرائع. سرعة على مقدمة الشوط حمد بن فرج بن سالم بن خجيم العذبة. من يبدأ بالبداية بهذه البداية القوية؟ من ينطلق على الصدارة؟ بينما أتابع ثاني المراكز تواجد من الذاير سعد بن عنزان بن خاتم أمي قادمة الذاير مع ثاني المراكز. بينما أتابع تقدم في هذه اللحظات وصلت جبارة، يا مرحبا بجبارة القادمة مع ثالث المراكز عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري. هنا يقدم جبارة مع ثالث المراكز. بينما أتابع تقدم من غازية أحمد بن حمد بن حمود الجحافي يصل رابعا. بينما خامس الأسماء هنا حشيمة لسعيد بن مطر بسعيد بن مطر المريخي. هنا يقدم حشيمة مع خامس المراكز. هكذا النداء متابعينا الكرام للمراكز الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط. ولكن أعود هناك، أعود إلى الاندفاع، إلى السرعة هناك. سرعة مشاهدين الكرام تنطلق على البداية والصدارة. حمد بن فرج بن سالم بن خجيب العذبة هناك يقدم شعاره مع تواجد سرعة على البداية والصدارة. بينما أتابع ثاني المراكز الذاير قادمة مع ثاني المراكز في هذه اللحظات لسعد بن عنزان بخاتم العنزان النعيمي. ولكن شوف القادمة جبارة هناك تنطلق تغير إلى ثاني المراكز. جبارة وعينها على الصدارة. جبارة هنا قادمة بشعار عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري. هنا تنطلق جبارة بهذا الأداء المميز والانطلاق الرائع. بينما أتابع الأسماء أتابع النداء في هذه اللحظات رابع المراكز التقدم في هذه اللحظات. وصلت مشاهدينا الكرام من تصل نوف خليفة بن حمد بن خليفة العطية يقدم نوف هنا مع رابع المراكز. وخامس الأسماء غازية لأحمد بن حمد بن حمود الجحافي مع خامس المراكز. ندانا الثاني متابعينا الكرام لهذه الأسماء المنطلقة في هذا الشوط في هذا التحدي. الله أرى أسماء، أرى شعارات قادمة هنا. بروة تصل مع هذه اللحظات. ناصر بن عبد الله بن احمد المسند ايضا قادم يقدم شعاره هنا مع بروه الى خامس المراكز. الاسماء قادمه الى اسماء الله هناك ايضا اتابع شعارات، اتابع ايضا تقدم في هذه اللحظات. ولكن الامور هناك ما زالت على الصداره مع سرعه مع انتصاف المسافه وسرعه هناك تنطلق على البدايه والصداره. حمد بن فرج بن سالم بن خجيم
العذبة هناك ينطلق بأيضا اندفاع رايع مع أيضا تقديم سرعة بهذه السرعة الفائقة على الصدارة والبداية. ولكن شوف القادمة وصلت جبارة، يا مرحبا بجبارة من تنطلق وتتواجد مع ثاني المراكز عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري، وهنا أتابع وصل أيضا مع ثالث المراكز في هذه اللحظات. بدأت نوف هنا شعار الجريان بدأ يتقدم خليفة بن حمد بن خليفة العطية، وشعار الأنيق أيضا يقدم بروة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسناد. الله يا هذه الشعارات. خامسا هنا أيضا الذاير سعد بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، ولكن الأمور في خطر هناك يا بن خجيب. الله الله الله، جبارة هناك عينها على الصدارة، عينها على الصدارة. ثنائية مشاهدين الكرام ما بين سرعة وجبارة تتابعونها عبر الكادر الأعلى، ولكن سرعة لحمد بن فرج بن سالم بن خجيم العذبة هنا على البداية والصدارة. جبارة بدأت بالاقتراب، عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري 2 كيلو ما تبقى عن النهاية. شوف القادم، وصلت نوف قادمة في هذه اللحظات. خليفة بن حمد بن خليفة العطية بدأ بالاقتراب، هنا يقدم نوف، وأتابع بروة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند أيضا يقترب في هذه اللحظات، ومنصورة أيضا تصل، خالد بن راشد بن سيف بن فهد الخيارين مع خامس المراكز، الكل قادم في هذه اللحظات. ولكن العودة هناك إلى الصدارة. الله يا جبارة غيرت على الصدارة، انطلقت بالبداية عبيد بن بريك بن محمد بن بريك المري مع البداية والصدارة، ولكن الخطورة قادمة. شوف نوف تصل في ثاني المراكز، خليفة بن حمد بن خليفة العطية قادم مع هذه اللحظات، وهنا أتابع بروة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند يصل هنا لانيك. الله الله الله، ولكن شعار الجريان هنا على البداية يقدم نوف هنا مع الصدارة، ولكن أيضا بروة قادمة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند 1200، خلاص ما تبقى عن ناموس هذا الشوط. وتابع منصورة أيضا تصل، خالد بن راشد بن سيف بن فهد الخيارين قادم في هذه اللحظات، يشكل الخطر قادمة منصورة مع ثالث المراكز، ولكن الأمور مع نوف وبروة ومنصورة قادمة. وين الناموس؟ الكيلو متر الأخير افتتحنا أبوابه هناك مع نوف على الصدارة. الله الجريان هنا ينطلق شعار الجريان، ولكن الأنيق يقدم بروة مع ثاني المراكز، الخيارين قادم مع منصورة، ولكن الله الله غادرت نوف، انطلقت نوف وشوف هناك، شوف الأنيق أيضا بروة يسجل أيضا الهاتريك في هذا المساء. ينطلق الأنيق هنا بهذا الشعار بهذا الأداء، هنا أتابع بروة غادرت مشاهدينا الكرام مع هذا الأداء الممتاز. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند شعار ديار والهدهد. الله يا بروة على هذا الأداء، ومشكور يا محمود الوهيبي من قدمت لنا هذه الأسماء، من حضرت في هذا المساء بهذه الأسماء. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز بروة بالمركز الأول. ثاني المراكز وصلت نوف لخليفة بن حمد بن خليفة العطية، ثالث المراكز وصلت رغد علي بن هادي بن عبد الله البريد المري، رابع المراكز وصلت منصورة خالد بن راشد بن سيف بن فهد الخيارين، وخامسا كان الوصول من شديدة حمد بن غانب بسلطان الهديفي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، تابعنا بروة
من انتزعت ناموس هذا الشوط. نهني الأنيق وحضوره المميز في هذا المساء. هنا بروة تسجل أيضا هذا الانتصار وهذا الناموس المستحق. تهانينا والناموس لناصر عبد الله. المسند والتوقيت الزمني 9:16 وجزئين من الثانية والثانية أيضا لمضمرها محمود الوهيبي. ثاني المراكز كان الوصول من نوف ب9:19 ثلاثة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لخليفة بن حمد بن خليفة العطية وشعار الامبراطور حاضرا مع ثالث المراكز مع رغد ب9:21 وجزئين من الثانية. نهني علي بن هادي بن عبد الله البريد المري. تهانينا والناموس